مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم سمون اسكي، رجعت لكم بلعبه جديده. هاي اللعبه اسمها ويستلاند سيرفايفر، لعبه جوال طبعا، تعتمد على البقاء، يعني لازم تبني وتجمع اكل وتاكل وتشرب وتروح تسرق، وهم يعني لعبه مثل شلون كلاش اوف كلانز بس ما بيها قبيله، انت تتحكم بشخص واحد. المهم يا شباب خلونا نبدا هسه بدايه اللعبه. عند تحريك شخصيتك اضغط على الرسام. آه اوكي نعرف لها شنو هذا، بيت مفلش، أرانب. حلو يا شباب، خلونا أكيد هذا خشب راح يفيدنا، خلي نلمه. أوكي هاي شنو تلقائي، خلنا نضغطها ونشوف. أوكي تلقائي يعني واحدة يروح يجمع الموارد، فكرة حلوة. ديب ديب بوكسات تتعارك ويا والله حلوة هاي، ديب تتعارك ويا بوكسات. اوكي خلني اجيب ثاني. خلي نكتفي بالموارد هسه، خلينا ندوس. اوكي انطانا علامة على هاي السندانة. شنو هاي؟ كافي اليابة، شنو السالفة؟ اوكي دمنا نقص صار 50%. خلي نكتفي موارد. شوف لكم ماكو بالبيت، هذا صندوق. اوكي اوكي الصندوق هذا بيه اغراض، خلي ناخذ اخذ كل شيء. هذا شنو؟ ثمر الصبار تشبع الجوع والعطش قليلا. اوكي يعني هذا يفيدنا. ناخذ السكين، مسح تقسيم، زي هجت. اوكي بالمغلوبية تجهيز. اوكي تجهيز، صار عدة سكين. هسه شو نسوي؟ ندوس على السندانة. يقول لك فأس خشب صناعة، نطق صناعة. حلو اللي بصفه شنو؟ معول خشبي، نطي صناعة. امتلأ مخزونك. اوكي بس شو نسوي؟ نشوف هاي الجلطة تخزين. اوكي عندك لحم مطبوخ ووعاء ممتلئ، هذا اكيد راح يفيدنا. ممتلئ مخزونك، نشوف الجلطة. اوكي عندنا بذور وحبال وماي، خلينا نشوف شنو هاي. شنو؟ اوكي عندنا ذرة هنا، خلينا نشوف نقدر نزرع ذرة. ما يصير، خلينا نشوف هذا الحشيش هم ما يصير. هاي اوقف خلينا نقراها اول مرة. بالذور الذرة يمكنك زراعة، ايه اوكي هي هاي. ليش؟ اها اوكي خليها تزرع. اوكي عندنا الذرة هم، خلينا نشوف عندنا ماي كامل. طبعا لازم ننتبه للمعدة هاي الجوع، وهذا الماي العطش، لازم ننتبه لهم حتى ما نموت. المهم احنا هسه سوينا، خلي نسوي المعول الخشبي. اوكي وهسه شو نسوي؟ نطي تلقائي حتى يلم الموارد كلها. حلو ارتقى المستوى، صرت مستوى 2. اوكي خلي الاغراض المريضة بهذا الصندوق. والله البيت مفلش. عندنا ذني شنو؟ اوكي الخشب هذا
هذا طبعا مكان تخزين تخزن به هذا الوعاء اللي نخليه هنا هاي هنا ذني نخليه هنا الوعاء المبتدي الذراع يفها خلاص حسين نعطيه هاي شنو هاي اوكي نقدر ناخذ اللحم لحم الذيابة نقدر نستخدمه هاي شنو هاي انطوني اسهم هنا روح دفاع سرعتك ضرر خلنا نشوف الروح شنو معناها توزيع نقطة حسن. ما اعرف شنو فائدتهم ذني اللي يعرف فائدته اوكي تضغط عليها يطلع لك تعني ضرر اقل من هجمات العدو الدفاعات الافضل الدرع 0+0 الدرع من المعدات الاحصائية هاي نشوف الروح بالحيوانات والمخلوقات الاخرى تسمح لك نقاط الروح بالتحكم المخلوق حليف مهايد اوكي هاي عندك تكون تسوي 10 ارواح الذياب بعد ما تهاجمك تصير حليفتك واذا 20 تدبهم ما يهاجمك زين هاي 5 شنو كويوتي المهم خلينا نسوي روح ما شنو ايش عندك طونة ذني تقدر تسوي صندوق صغير تحتاج 4 خشب 3 من هاي الحزمة شو اسمها هي الياف وخيط واحد تقدر تسوي صندوق بعد شنو النيران نيران 5 خشب اوكي هم نقدر نسوي خلي نسوي نار خلي ناخذ ذني ايش قد قال خشب ناخذ الخشب وهذه بعد شنو وخيط خلي نشوف نجرب نسوي نار شوف شنو فائدة النار وين نسويها وين نسويها خلينا نسويها هنا أنا. اوكي نيران اوكي صخوري الراد لنا ما اخذت الصخور خلي نسوي النار نيران تعلم شنو تعلم حسنا صناعة النيران تمت زين شلون نضيف اوكي مو سويتها اوكي هنا اوكي هاي اها صحيح حلو سوينا نار خلينا نشوف شنو فائدة النار نيران بها مربعين خشب اوكي تقدر تطبخ بيها خلي نجيب اللحم يلا طبخي هاي هنا شنو خاف يحتاج اوكي يحتاج خشب اها صرنا بناكل لحم مطبوخ احسن ما ناكله ني هنا شنو كنا هنا زرعنا هسه شنو نسوي نسوي تلقائي خلي نلم موارد فولاذ خام ثمر الصبار الياف اوكي طبعا خلينا نبني البيت شفتوا شلون مفلش لازم نبني بس والله بطل شلون متحمل بهالبرد وعريان يعني بدون ملابس هاي الارانب هم نصيدها بعدين هاي من الباكر ما يكمل هيك امتلأ مخزونك اوكي خلينا نشوف شو نقدر نسوي هنا امتلأ مخزونك يقول لي خلينا نروح نفرغ بعض الاشياء بالصندوق شو نفرغ خشب ما عندنا
البذور هاي خلينا نزرعها، هاي الاحبار بالله خلينا نشوف بعدين نشوف شنو فائدتها. بعد شنو الاحجار هم خلينا نخليها هنا، الالياف هم خلينا نخليها هنا، فولاذ اوكي. اذا نشوف اي اوكي هسه شنو نسوي، نروح او لا خلينا نشوف هاي شنو بناء، لا اخذها خلي المبني خلينا نشوف هنا عندنا بذور، ما زار اي بذور. هذا شنو موقع بناء برج الحمام؟ برج الحمام هذا شو يسوي؟ خردة معدنية يريد اثنين اسلاك خمسة، المهم بعدين اشوف شنو في دماغ هذا برج الحمام. خلينا نكمل البيت لان راح يكون البرد هيج. امتلأ مخزونك، اوكي خلينا نشوف شلون نبني البيت من هنا. خشبي لا هاي صناعة بس ادوات. بعد مين مين تلقائي هذا يلين، هذا شنو هذا هنا تقدر اوكي تشتري. عندنا مخزون بي اوكي لحم مطبوخ خلنا امتلأ مخزونك اي فبعدين. هاي شنو هاي الخريطة والله، خلنا نضغط على علامة البيت. اها اوكي ايش تقدر تبني. اول وحدة شنو والله جدار، ثاني وحدة جدار. اها اوكي اها ايش فهمت الوضع. حلو حلو ما عدنا ما عدنا هسه مين نطلع اكس اوكي. خلنا ناخذ هاي بعد ايش عدنا. حلو حلو انا عطشان يقول لي مين اجيب له ماي، عطشان والله. خلينا نشوف الحقيبة. ها عدنا هاي ماي اوكي 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 اوكي. ايش هاي اسطبلات، اسطبلات حيل تحتاج غراض هواي. خلنا نطلع كيفها بعدين الاسطبلات. خلينا نكمل هاي بناءها، ندوس هنا هم يحتاج خشب. فاحنا شو نسوي؟ نعطيه تلقائي وين يروح؟ حجر؟ ليش حجر؟ هاي الشجرة يمك قصها يا حبيبي قصها. خلي نقصها. امتلأ مخزون، خلي نشوف المخزون ايش عندنا. جوعان هو، خلي نوكل ذني. اوكي وكلنا، خلي نقص الشجرة. اوكي ليش ما ظل يدوس. هسه خلي نقص براحتنا. تم كسر أداة الشنو؟ نتاع صنوبر. والله طبعا يا شباب اللحظة ممتعة لحد الآن، خلينا نشوف وين توصلنا. خلينا نقول بني الأشجار ونرجع نكمل البيت. أعتقد هو كل شوي يقول لي أنا عطشان، فيمكن لازم نسوي لنا بير مال ماي شفته قبل شوية بالأدوات. تم كسر الأداة، خلينا نشوف هنا أنا. خلهم نصعد الروح. بعد شو نسوي بعد؟ لا مو هنا انا انت.
اوكي فأس خشب مطلوب، احنا شو نسوي؟ ما عندنا فأس خشبي، وحدنا وحده هو مجوعان، خليني اكل هي. حلو، لا نروح اول شيء للصندوق نضم الغراض اللي عندنا. هذا شلون اصيد الطائر؟ اوقف، اي حصل ما قدرت اصيده. خليني نبني هذا اني اول بيت. اوكي هاي ما نقدر نبنيها، ليش ما نقدر؟ اوكي لازم نشيل لان من عدها. اوكي هسه نقدر كملنا. بعد عدنا هاي، ليش طلعت؟ اوكي يلا جدار، تعال هنا عدنا هاي. اوكي كمل البيت هسه. خلنا نشوف هذا مكان يمكن نسوي بيه اغراض. شو تقولون لو نفصل هذا المكان او عيفه بعدين؟ خلينا نشوف بعدين شنو فائدته. هنا البيت واسع، خلينا نسوي بيه غرفه. اوكي هنا هذا كلش كافي، بس هنا لازم نخلي باب. حلو هسه صار عندنا غرفة بالبيت هنا. خلي نجيب أغراضنا، خلي أحجار عندنا هون، كلش أحجار صارت. يلا أوكي هسه هنا تمام، خلي نكمل. اوكي عليك انت تصنع اداة حصاد، عليك انت تصنع اداة حصاد. شنو خاف يقصدون هي هاي؟ اوه استغفر الله، كون جيب طابوق او بالاحرى احجار، ما عندنا احجار. هاي الاحجار خلينا نجيبها، خلينا نسوي اداة. تمام كملت هسه، خلينا نطلع من البيت. نقيت القائد، روح احصد حبيبي، احصد اغاتي، ما قلت لك البريد؟ شنو هذا؟ هذا What is that? اوكي علي علامة حصان ركوب لك، بالنسبة لك بالنسبة الى المناطق البعيدة تحرك ازرع على الخريطة. اوكي به خريطة الحصان، عليك ان تبني اسطبلا اولا، ركوب الحصان سيسمح. اوكي يعني لازم تسوي اسطبل، شلون نسوي اسطبل؟ هاي شنو؟ اوكي عندنا عربان هنا مكسورة. اوكي عندنا هنا اشياء، عندنا هذا بنطلون تجهيز، حلو قبعة تجهيز، حلو نطيح ياخذ كل شيء. حلو صار عندنا بنطلون وقبعة كاوبوي، راحت عليك يا رديت. خلينا شو نسوي هنا؟ خلينا نرجع اغراضنا اللي ما نحتاجها، الاحبال خلينا نشوف في على شيء. اوكي بعد ايش عندنا اللي ما نحتاجه؟ والله ذن الصخور وذا، خلي نعيف ناخذ قصدنا نوخرهم، لان اغلب ادواتنا بالصخور. هاي ما اعرف شنو فائدتها، وذن ياكلوها خلي نعيفهم. تمام هسه لازم نبني اسطبل مثل ما كتب لنا. اشوف هنا المخزون اخذ، حلو اوكي. هسه شو نسوي؟ خلنا نعطي تلقائي يقول لك لا يوجد موارد لاخذها. هسه لازم نبني اسطبل، خلنا نشوف شلون نبني الاسطبل.
فرش الحديقة، حقيبة، صندوق صغير، البئر. اوكي هذا البئر يعني يراد مستوى 4، احنا هسه مستوى 3 اعتقد. وراها مشعل، وراها برج الحمام، المسبك، طاولة النجار، رمح خشبي، اعلانات. وين راح الاسطبل؟ اوكي اسطبلات يحتاج مستوى 10، احنا ما انا عطشان ما نجيب الكوان. استخدام حلو، هو هم جوعان خلنا واكله. شنو عندنا ذرة؟ وهم كل ذرة مرة ثانية 96، اكل هاي الأخيرة 100. والله المازنجر ما يخليك تلعب، نسيت اسوي كتم. ما عندنا 86، اوكي خلينا نشوف هسه شو نسوي. هذا شنو؟ ارنب. اوقف 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 اوقف. هاي صار الخريطة، ارتداء وانتبه لحالة ادواتك ولا استبشر في. اوكي هاي خريطة، خلينا نشوف ايش راح تطلع لنا الخريطة. حلو المنزل دخول، خلينا نستكشف الخريطة. هاي شنو؟ غابة البلوط. هاي غابة البلوط، هاي شنو؟ غابة شجر البلوط. شنو الفرق؟ اوكي اعتقد هذا بيت قاعدة. امشي او اركض. اوكي اعتقد هاي هم بيت مثل بيتنا، نقدر نروح نستكشفه نشوف منو بيه. عندنا هنا هواي اماكن، فخلي نروح لهاي. اي هاي. طيب امشي لو اركض، خلي نسوي له اركض. اوكي عندنا هنا شلون الطاقة؟ كانت 100، من نطيته اركض صارت 50. اعتقد هاي تكون تجمعهن هميتها على مود تمشي بالخريطة، وهم وقت يراد لك يلا تمشي بالخريطة. الوجهة قاعدة كاس كاس بويا، كاس اللو بويا، شنو اسمها؟ وينديغو. يقال ان الوحش لابد يظهر في الليل ولا يمكن ان تخيفه الا بمشعل. خلينا نشوف هذا المكان شنو. اوكي شنو هذا المكان؟ شنو هنا؟ اوكي بدور نقدر ناخذهم. حلو اعتقد يعني تقدر تسرق بيت ثاني، يعني بيت واحد ثاني تقدر تروح السرقة. حلوة الفكرة، بس خلينا ندور اول شي داير ما داير البيت، خلينا نشوف اكو اشجار شي. اوكي هذا بيت ثاني. خلينا نشوف هنا شنو. هذه نار. اوكي هاي نار، خلينا نشوف شنو بداخلها. هاي نار، لحم لحم لحم. يومي 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 اسرق. اوكي هنا شنو؟ اوكي خنبلش البيت. حلو 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 حلو. صندوق، خلينا نشوف شنو داخل الصندوق. حلو ادوات عندنا، هذا فانوس، هذا ما ادري شنو، جليد، اسلاك، وهاي معدن. اوكي خلينا ناخذن. لا 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 هاي شنو؟ هاي ما نقدر نستخدمها، يمكن مثل ما نقول اناء فارغ هيجي نخلي يوخر. خلينا نجيبه من المكان هذا اللي يفيدنا اكثر. خلينا نفلش. هاي شنو مطلوب؟ فأس خشبي. شنو السالفة؟ ما عندي فأس خشبي. خلي من هنا، خلي نصنع فأس. معقول امتلأ مخزونك؟ وات ذا فاك، شو اسوي؟ استغفر الله. شنو المن ريده؟ خلي المعول ندبه. انا اعطيه تجهيز. هم رجع قلبي. انا اعطيه تجهيز والمعول حذف. وهسه نسوي فأس خشب. حلو، كسر الباب كسر الباب كسر. حلو صناديق سرقة يابا سرقة. عندنا ذني، كون هم ناخذ حلفة. شنو نسوي؟
شو نسوي؟ خلي نشوف نقدر نسوي حقيبة. هنا حقيبة. اوكي احفاد والياف ما عندنا. لازم نضحي باشياء. خلينا نشوف ايش قد الجوع مالته. كامل. لا هذا الدم كامل. 70. اوكي خلينا ناكل دن كلهن. هم نزيد العطش. اوكي. شنو ناخذ من دني؟ خلي ناخذ هذا شنو؟ هاي هم كون الذيبة. هذا شنو؟ قالب فولاذي انتاجه بلوز. خلنا ناخذ القالب الفولاذي. قالب الفولاذي البذور هاي تفيدنا نزرعها ناكل من عندها. بعد نقدر ناخذ شيء واحد او شيء. اوكي احنا عندنا خشب هناك نمسح الخشب وصخور خليها من جهه هنا نضيفها وناخذ هذا وهذا. حلو تم كسر الأداة. فهم لازم نسوي فأس وهم يمكن ما نقدر راح ابكي. عندنا مكان فارغ. اوكي خلينا نصنع نفس خشب وفاك. اوكي هم زي خلينا هنا خلنا نرجع وحده وناخذ الخشب هذا ونصنع فاس. فاس خشب صناعه امتلأ مخزونه. فاك خلينا نرجع وحده ونسوي فاس. خلنا نسوي بعد واحد امتلأ. اوكي هسه ايش نسوي؟ خلنا نرجع ناخذ غيرها. وين اوكي نشيل الخشب نشيل هذا ونجيب هاي والخشب. حلو نكسر. حلو حلو حلو. صناديق صناديق. اوكي اشياء ثانية. طيب هاي شلون ناخذها؟ احنا ما عندنا. لازم نضحي. عندي ثلاثة معاي وفاش بيهم نضحي. اوكي خلي نبدي نكسر بيهن نكسرهم كلهن لما بعد ما نحتاج. خلي نطلع شوف ثاني بيت ثاني هناك. اوكي هذه خلهم نكسره. انكسر الفاس. نروح نسوي فاس. خلينا نبغى راضنا كلهم. تعال تعال تعال. بذور ما اريدها. نسوي الخشب. وش اسمه؟ مصنعنا فاسيا. سنوان. اوكي هذا هذا اخر فاس. بعد ما نقدر نسوي شيء ثاني غيره لان احجار ما عندنا. هلا نرجع الاحجار. هذا ما نحتاج من بعد. ناخذ هاي وناخذ هاي. اوكي هلا نرجع للبيت مثل شيء. خلينا نشوف هنا شكو ماي. خلينا نشرب ماي. اوكي مسدس تجهيز. عندنا سيف عندنا راس حربة هذا الحاسم. بعدين ناخذ نشوف شكو بالصندوق الثاني او خلي. اوكي دعنا ناخذ اللي نحتاجه. فأس فولاذ يريد. والله اكيد شي هنا قيم حتى خلي الا فولاذ. يلا ينكسر فأس فولاذ. فأس فولاذ. اوكي من شنو هذا؟ ما نقدر ندخل هذا لان نحتاج من عندنا فولاذ. شنو هذا الغلط؟ المهم خلنا نغني. خدناها من هنا
والله ذني شلون اخذهن؟ اوكي عندي فكره، اخذ الغراض اللي اقدر عليها وارجع للبيت احطهن بالمخزن مالتي، وبعدين ارجع اخذ ذني. خلينا نشوف هنا ما خلينا شيء. لا اوكي بعدين ناخذ هندني. والله اشياء كلش حلوه. ليش ما اقدر اخذ هنا؟ اوكي عندنا 5 ذني خلينا ناخذهم. هنا هم 4 خلينا ناخذهم. خوش مسواك. المهم ذني بعدين نرجع لهم. اكيد هذا صاحب البيت دايخ هسه هم يدور موارد. انا خوفي ارجع و قلت اوكي انا ما ادري خليني اشوف ايش فيه. خلينا نرجع للبيت نضرب خشبي. الجدار موجود في كل مكان دائما قاسي هيك جاهز. اوكي اوكي يا شباب وين البيت؟ اكيد هذا. اوكي هذا البيت. دوسه هنا أنا. امشي لو اركض اركض احسن. صارن 2 اي مثل ما قلت لكم شباب، هذه اللي علامة زت او مثل علامة فلاش اعتقد هي هاي اللي تخليك تمشي بالخريطة. اذا ما عندك منها اعتقد تمشي على كيف. اوكي وصلنا للبيت، خلينا ندخل. لا تهمل الطهي أبدا، العديد من الهدايا الطبيعية يمكن أكلها نية، ولكن الطهي يجعل من الطعام يمنحك قوة أكبر. أوكي يعني إذا طبخت بالنار هاي اللي سويناها قبل شوية جيب الأكل الطبخة هنا يصير يعطيك طاقة أكثر. أوكي عندنا مسدس هسا إحنا، هذا أرنب. أوه شيت حلو لحم. خلينا ناخذ خلي نصيد الأرانب كلها. تعال أرنب وينك وينك؟ ما نقدر نصيده؟ هذا برا خاف اطلع له. اوكي اوه شيت. خلنا نرجع ندخل رجعنا. وين هذا؟ ما اقدر اطلع له. اذا اطلع له قبل يحول على الخريطة. اي فخي يولي. خلي نشوف وين الارانب الباقية. ايتها الارانب اظهري. هو عيف المسدس يفيدنا. يفيدنا بعدين. يفيدنا اكيد المر اللعب بيه ملاطة. خلي نشوف هذا برج الحمام. شي يريد منا 5 من ذني. اوكي عندنا 5 من ذني. عشي يريد 5 من هذا. عندنا 5 من هذا. أو 2 من ذني موجودات و5 من ذني أيضا موجودات. إنها عليك أن تحصل على أخبار وقف. عليك أن تحصل على أخبار زمن ومكان إيجاد تاجر مسافر. أوكي حسنا هسه خلينا نشوف فين وضعيته. برج الحمام من هنا. الذئب إن أحضرت لي حذاء جلدي جلدي معزز. هذه مرحبا يا راعي البقر أسرع فيمكن هنا. أوكي يعطيك 50 من دني. نطي حسنا. خلي نذب غراضنا هنا اللي جمعناهن. بتنا أشياء هواي هنا. والله خلينا نشوف إيش نقدر نسوي. خلينا نطبخ اللحم ونشوف إيش نقدر ناخذ دني. ناخذ اللي نحتاج هذا خيوط وناخذ هذا الحجر. شنو هذا؟ فولاذ خام او اي فولاذ خام. خليه
بعد شنو شنو هذا الألمنيوم، اللحم خرج بعدين نطبخه، فوانيس هاي ما أعرف شنو فائدتها، بعدين نعرف فائدتها أكيد. بعد شنو الأسلاك عيفة، هاي الحذوات عيفة، خلنا نأخذ خشب وناخذ حجارة، لأن هي الخشب والحجارة من الأساسيات لازم بيه الفائدة. خلينا نشوف شنو نقدر نبني من نطيب بناء. فرش الحديقة هاي من ريتها، اوكي لازم هسه هنا مستوى اربعة، مستوى ثلاثة يمكن، اي بعد شوية نوصل مستوى اربعة نقدر نسوي بير. خلينا نشوف هاي شنو، هاي اسطبل، هذا الاسطبل شنو فيلمه، اوكي 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 عرفت. حذوات هاي نخليها بالاسطبل. خلي نحصد او ناكل، خلي نطبخ اللحم. اللحم طلعته؟ لا ما طلعت اللحم، خلي نجيبه نطبخه. هذا اللحم اوكي، اوكي هذا اللحم نجيبه هنا استوي. خلي نشوف ايش عندنا طاقتنا، ما ادري شنو. خلي نشرب ماي لا نموت. 94 حلو، بس هو جوعان، خلينا ناكل. يمكن عندنا ذره، الذرة وين وديتها؟ كلتها الذرة. النت راح. اوكي يا شباب، بما انه النت راح خلونا نختم هنا هاي الحلقة، واذا تردون حلقة ثانية كتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا لايكاتكم الحلوة وشيركم بعد همين. كان معكم صابونيسكي، باي باي.